الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يتعرض لأزمة قلبية أدخل على إثرها مستشفى شرم الشيخ الدولي. وحسب المعلومات الأولية فإن حسني مبارك أصيب بالأزمة القلبية أثناء التحقيق معه بتهم الفساد وإهدار المال العام. وأفادت مصادر طبية في مستشفى شرم الشيخ أن حالة مبارك مستقرة إلى حد ما وأنه لا يزال تحت الرعاية الطبية. وفي تطور لاحق أفادت مصادر قضائية مصرية عن إجراء السلطات تحقيقا مع نجلي الرئيس مبارك علاء وجمال في مدينة طور بجنوب سيناء.